بس هنيك. يلا زي ما قلنا عندنا كالسيفيكيشن، فتحنا الاكسس كافيتي لكن لقينا في حاجة ابنورمال مسكرة الخريطة اللي انا مفروض نشوفها. عندي كالسيفيكيشن، في حالة وجود الكالسيفيكيشن هذا انا كيف نتصرف باش نحاوله باش بعدها نلقى القنوات، لان الصعوبة هنا انك كيف تخش في القنوات، قنوات مسكرة. يعني لو هنا انت عندك كنال ما فيش كيف يخش لها فايل اصلا، هنا برضو هنا نفس الشيء، لازم تحول الجزء هذا الكالسيفيكيشن بالكامل اللي هو نسمه فيه بلب ستون. بلب ستون، طيب أأمن طريقة تحول بها البلب ستون هو انك انت تستخدم الالتراسونيك. هذه تب التراسونيك شكلها بالضبط زي البير هي، ولكن الالتراسونيك أأمن من البير نتيجة الفايبريشن متاعها مش هاي سبيد، يشتغل بباور اوف فايبريشن. تاني حاجة انك انت لما بتستخدم بالالتراسونيك حاط التب وتشوف في باقي الكافيتي، فتقدر تتحرك بالتب في المكان اللي انت تبيه، بعكس لو انت حتخش بهاند بيس، فانت لما تحط البير حيدرج عليك الرؤية، مش حتشوف بشكل واضح الهيد متاع البير، مش حتشوف، مش ما تحتاج انك انت تحتاج انك انت تميل هنا شوية، والتمييل هذا مرات يدخلك في ريسك برفوريشن. ولكن بالالتراسونيك حاضر شوي ما بديتش يعني حاضر، بالالتراسونيك انت حاط التب وشايفها وشايفها وانت تتحرك بالضبط. تشغل الالتراسونيك تب متاعك وتجي على البلب ستون وتقعد تدير في سكرابينج كشط. كانك تبي تدوبها تفتتها الستون هذه. دير في بالك ان الالتراسونيك راه يدير في هيت جينيريشن، فما تقعدش فترة طويلة تشتغل من غير كولنت. دير شوية كولنت وبعدين ترجع تستخدم الالتراسونيك ثاني. طالما انت قاعد تشوف في نفس اللون وما شفتش الدارك لاين، معناها قاعد البلبستون قاعده واضحه هي. بس باديه تنقص. في دبرس. نظف ودير كولنت. نبي حد جنبي هنا يعطيني الكولنت ويعطيني الايرا مش ما اطلع. نرجعوا تاني نحاولوا اللي متبقي منها. كاشت سكرابينج. سكرابينج. بدت تطلع قطعة قطعة هي. ديري لي كولنت. خلاص ديري الاير. ديري الاير. اوكي. كل اللي انت تشوف فيه هذا ستون، بلب ستون. ما زال راه
قاعد ما شفتش الماب، أنا قاعد نستنى في البلب ماب. كلها قاعدة استامبة واحدة هي. سكرابين كشت. نضفوا كولنت. تاخذ البروب نتاعك. شوف قاعدين نمشوا على ستون، كلها ستون هذا. كل ستون هذا. أجين نقول لك كيف قاعد نعرفه، تشبحوا في الشادو اللي تحت هو. الشادو هذا هو الماب، لكن قاعد ما بانش، احنا قربنا منه. زيد ننظف لك أكثر باش يبان عليك، مهمة جدا راه. الليفل اللي أنت تعرف به أنك ما عادش حتنزل بالألتراسونيك. يصفي اكثر اكثر. راهو حتى الجروفز بدوها قريب يبانوا عندك، اوكي؟ التراسونيك ثاني. بدأت تتحول قطعة قطعة. طول ما نشتغل دي هو 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 المور داركر اريا بدت تتبانها، بدت تتبان اكثر. ديروا كولنت. الكولنت باش يحول لك الدبلس، والكولنت باش يخليك تميز اللون. الماب والخريطه هنا بدت تتبان اكثر واكثر. بدت في بقايا شويه، بس هنا في شويه ستون، لكن هنا هذا خلاص ما فيش ستون، هذا مش حننزل فيه انا. وهنا برضه في شوية ستون، لكن اول بلب بدي عندك البلب يبان. ثالث ما زال عندي فيها بلب ستون هنا. ديروا كولنت، حتشوفوا معي توا كيف اصبح حيصبح الشكل نتاع 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 التشامبر. حيختلف تماما على الشكل اللي انت كنت تشوف فيه. تعال تو البروب. هذه قناة هي، ولا كنت تشوف فيها ولا كانت مفتوحة أصلا القناة هذه. هذه أما قناة ناحية الأوبليك ريدج هو دستو بكل.
هذه كنال، هذه ميزو بكل، ها هي وهذه كنال لارج ومازال عليها كالسيفيكيشن. شوفوا فيه ولا اهو اهو شفتوها بارة الكنال ولا هذا نيكروتيك بلب كل هذا. مازال في شوية بلب ستون هنا. بي دكتور كيف تميز بيه؟ تعال انت شوف الفرق في اللون ما بين الجزء هذا هو مور داركر والجزء هذا هو. فالجزء اللي فيه يلو شويه هو حنحوله انا. نظف الكافيتي تاني كويس. يلا تعال معي تو كنال كنال. اهم شيء تكون عندكم واضحه في الشاشه. هذه باله الكنال اللارج الكبيره، بعدين طلع منها خط ميزوبكل كنال ديستوبكل كنال. لو بتجي للام بي 2 هنا في الميزيل بالضبط، هذا الميزيل تبي تعرف هي في كنال ثاني او لا. انت هذه عندك الام بي 1 هي هذه الام بي 1 شوية بس. لا لا حاول بس في الستون اللي ما زال عليها. طيب ديما حتجي للسبيس، السبيس اللي من الام بي 1 وانت ماشي للبلتل اهم السبيس هذه، وتجي تاخذ فايل يكون فايل جديد وتمشي بمسافة 2 ل 3 ملي. توا هي اللي انتم شايفينها هذه الام بي 1 هي، حتاخذ الفايل بتاعك وتمشي كانك تدير في بيكنج. بيكنج شو معنى؟ انك انت كانك تستكشف. هنا صار معنا كاتش ولا؟ غالبا الكاتش هذا هو الام بي 2، بس انت حتزيد تتاكد منه بعدين. بس انت اخذت من مبدا هل انا ممكن يكون عندي او لا، من الميزو باك ال1 اللي شفت وين ماشيه والبوزيشن بتاعها وين ماشي الى الخط هو اللي غالبا ممكن يكون ميزو باك ال2 الى طبعا هذه البالتا اللارج الى هذه الديستو بكل. هذه هي الديستو بكل كنالة هي، والام بي 1 والام بي 2 والبالتال. طبعا كل التيشو اللي انتم تشوفوا فيه هذا كل ما استخدمت صوديوم كل ما حيدي له ديسولف، كل ما حالكبي تتولي كلين اكثر، كل ما حيزيدوا الكرايتيريا يبانوا عليك اكثر.
شو التيشو كيف ينضف. طبعا احنا نصيبنا ان الابر 6 هذه اللي جتنا فيها كالسيفيكيشن. طيب تعال شوف الكافيتي كيف اصبحت اوضح واصبحت انظف. الكلام هذا ما كنتش انت حتوصل له الا لو كنت ماشي بالبروتوكول اللي احنا تكلمنا عليه، انك انت عارف في حالة وجود عندك في ام بي 2 شفتها ولا، لكن قريبة جدا من الميزو باك الوان وجاية تحت الوول هنا، لكن هي هادي هي. لتلمع عوني، وهادي الميزو باك الوان. اذا الابر مولر اللي عندنا هادي فيها فور كنالز، وحنعرفه بعدين ان شاء الله بعد بكرة بالضبط كيف نحضروا الـ MB2 اللي هي الجزء النرو في 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 السنة هذه. اوكي؟ لو احنا هيك تمينا جزء الأبر سواء كان سنترال لاترال اوكي 9 سواء كان بريمولر سواء كانوا المولر. ما زلنا اللور تو، في أي حد عنده سؤال في الجزئية هذه؟ في في بير لكن ما هوش امن، ممكن يديلك برفوريشن انك انت تو بالالتراسونيك تنظفي في شويه وتوب في، هذا خوفا من ريسك البرفوريشن، مع ان البرفوريشن مع الالتراسونيك يعني ما هوش ما يصيرش بشكل سريع، يصير لما انا ننزل وانا مش عارف نفسي وين نازل بالضبط. لكن بالبير انا هاي سبيد وسرعه عاليه ممكن في حركه بسيطه يصير